معايا بره الفرقه. بتكلم على ماتش الزمالك والزمالك مش ايوه. انت طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح على التليفون نتعرف منه على ايه اللي حصل بالظبط في الطريق. السلام عليكم فاروق، ازاي؟ كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، طبعا برحب بيك يا كابتن ايمن، حب كباتن ناصر، كابتن علاء ميمون، كابتن الكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال، جينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول لك يا كابتن ايمن، يعني كان في مضايقات الاتوبيس او حافله النادي الاهلي، والقر طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ نزل ومستر ديكسو موسيماني لاداره تغيير اتجاه خط سير اتوبيس وحافله الاهلي. احنا داخلين الاستاد يعني مش اكتر من خمس دقائق، يعني خمس دقائق بالظبط كنا لسه داخلين الاستاد. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ دكتور محمد شوقي وكابتن حرصوا ان هم ينطقوا بمنسق او بالكاف الموجود لاحداث هذا الامر لتعرض اتوبيس النادي الاهلي للانتقاص في الوصول. لكن اطمنك دلوقتي خلاص الفريق داخل اي وهينزل لارض الملعب لاداء العمليه لقاء قلنا العدد فرق. طبعا نسبه بيتس وسيماني اعلن تشكيل الهلال يا كابتن ايمن هيكون محمد الشيخ. اتحرك شويه يمين او شمال يا فاروق لان صوتك بيروح. قول تاني كده. يكون تشكيل النادي الاهلي محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه اثنين مهاجمين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، في اليمين كريم فؤاد، في الشمال علي معلول، في نص الملعب ثلاثه عمرو السوليه، اميو ديانج، حمدي فتحي، امهم ثلاثه بيرش الفاو، محمد مجدي قفشه ومحمد شريف. مستر بيتسو موسيماني يعني بالتشكيل حتى الان، لكن اقول لك ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تركيز. الكابتن سيد مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللعيبه ان الامور المضايقه مع اللاعبين، طالب اللعيبه ان هي تركز وتثبت ردها يكون في الملعب. ان شاء الله الاجواء مهيئه ولعيبه النادي الاهلي قادره انها تحقق نتيجه ايجابيه وتفوز في اللقاء باذن الله يا كابتن ايمن. باذن الله ان شاء الله يسعى النادي الاهلي النهارده للمكسب، وباذن الله النادي الاهلي يكسب ماتش النهارده. والحاجات البسيطة دي ما بتأثرش فينا قوي، يعني الحاجات دي بتدينا يمكن بتزود الدوافع، ولو ان الدوافع موجودة عند لاعيبة النادي الأهلي. طب شكرا يا فاروق، ألف ألف شكرا. كابتن أسامة كنت بتتكلم على أهمية ماتش اليوم. طبعا وقوته طبعا. ماتش مهم.